أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الأسبوعي شعراء من الشرقية. أعزائي نرحب بشعرائنا المشاركين هذه الليلة، حياكم الله يا شعراء. يا مرحبا الله يحييكم. الحمد لله رب العالمين. يا مرحبا الحمد لله لكم خير خير إن شاء الله. يا مرحبا جميعا الله يحييكم. يا مرحبا محمد، كيف حالكم؟ زايد عبد الله، شو أحوالكم؟ لكم خير إن شاء الله. كلكم بخير. يا مرحبا يا مرحبا سعيد الحمد لله. ابن هيان أنت على اليمين، بناخذ علومك يا شاعر. أنا ما عندي علوم طالب، ما صار ولا استوى. الحمد لله صوبكم ابدا اليوم. الله خير الا الخير الا الخير. محمد كذلك من الردار ساكن الحمد لله، ما سمعنا بشيء. زايد انت يمين وحركات ماشي من هالبر، انت وش علوم اخبار؟ ابدا لا خير الا الخير. طبعا سعيد يا وياك. نعم على العلوم. نعم محمد زايد ما شي علوم، ما شي علوم الحمد لله. الله حيه. لازم من اليمين في ناس اكبر عني واقدر عني، بس على اليمين حتى بالوسم بدا يعني يستاهل. حاضرين يستاهل حتى الوسم. والله طال عمرك ما عندي قصيدة هالمرة. نعم عن الأم. هذا شيء طيب، تستاهل تستاهل اسمي. إيه الوالدة مذكورة طول عمرك. وأقول يا وجهي المخلوق لله سجدتك، يا وجهي المخلوق لله سجدتك، ما هي المخلوق البشر والمذلة، لو غيروك الناس تبقى عقيدتك على هدى الرحمن شرعها ومله. الله الله يطول عمر بنتنا لجدتك، هذيك من تستاهل الحب كله. الله يطول عمر بنتنا لجدتك، هذيك من تستاهل الحب كله. من طيبها طابت مع الناس مدتك، يوم الكريم يجود من راس دله، عشتك في حضن المحبة وغدتك لينك كبرت وكل شيء تدله، وربتك عسلوم المراجل وردتك عن درب أهل الشرك كثره وقله. عشتك في حضن المحبة وغدتك لينك كبرت وكل شيء تدله، وربتك عسلوم المراجل وردتك عن درب أهل الشرك كثره وقله، وصارت خصال الطيب للناس عادتك طيب، وكل الناس تعرف محله. وحدة وحدة عن أشباه النساء حيل سدتك، يا شاعر بعض النساء تستغله، أمك على راس الوفا فوق ودتك، واليوم دورك تبني للمجد حله، أمك إلى درب النجاحات قادتك، وأنت الوحيد اللي أبد ما تمله، حتى ولو ضربتك بالعكس فادتك، هي جنة الدارين والخير كلها. أمك حياتك، أمك حياتك، أمنياتك سعادتك، أمك يا وجهي برها يرضي الله، أمك يا وجهي برها يرضي الله. جميل 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 عن الأم، يعني عن الأب وعن الأم. لكن أنا لأني أنا يمكن لأني يتيم عشت، وهي اللي ربتني، وهي متوفي من زمان الله يرحمها، جزاها الله خير. لا وبعدين آمين. الوالدين يعني بتكون الشخص في حضن أمه أكثر من صحيح يكون صحيح. وهي لا ولا ولو كانوا عايشين كلهم لها هي الأساس الأكبر التربية. نعم نعم الدور الأكبر لا لا نعم، لأن الولد الطفل هذا يعيش في حضن أمه أكثر من أبوه. صحيح. الرسول نعم. صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. نعم جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يطول عمركم ويخليكم. طيب. سعيد شو بسمعنا بعد ابن هيان؟ والله إيش بنقول عقب ابن هيان؟ ما عليك زوج وتبرك. كل حد يدي دوره. كل حد يدي ما يدي. نعم تفضل تفضل الشاعر تفضل. قصيدة للشاعر راشد محمد المعمري. ونعم وسبعة نعم. نعم راشد. نعم. هذا ما في خطر وفحشر وتفوح البن عن نار، وتكثرت القلب ليراح جراح ليراح وتكثرت القلب ليراح، بتلطمت يا مقل افكار العيز من مر وانزاح وانزاح وانزاح.
العز منين مر وزاح بدل ليالي العز بكدر غصه ولي عوام ونوح غصه ولي عوام ونوح يخاف قيب كان ذور ذاب الفرح ويتبدل وراح راح شعر ذاب الفرح ويتبدل وراح وتل عيني دموع بغزر حاولت اسلي النفس بمزاح 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 ابو عسكور وحاولت أسلي النفس بمزح كتوم طبعي دوم صبر العزم مني اتكسر وطاح طاح طاح العزم مني اتكسر وطاح حكمة علي وظروف الاقدار وقت انغدم وتفيد انواح انواح شعر وقت انغدم تفيد انواح طبع علم وقيل دور ما حد على الدين يا بمرتاح ما حد على الدين يا بمرتاح تاخذ وتعطي ناب مقدار يا عزوتي الزمن شاح ويا عزوتي الزمن شاح ضخرة وسند لو وصار ما صار وانت ويمين سيف ورماح نعم والله ارماح ارماح وانت يمين سيف ورماح وشراع السفن يفلق البحر وانت ورجاء مال وصلاح وانت مرجاء مال وصحاح وظهر الليالي لا حتى يار او هذا ما في خطر وفاح شروة بوحي البن عن نار تسلم يا سعيد يسلم الشعر يسلم الشعر الله يسعدك سيد من طيبة روحنا مكان بعيد عادي ما لنا وقت لنرد امور ابو سالم عاد تحيد انت لا لا ابو سالم عليه بياض الوي سيد من طيبة بالحقيقة انت عليك بياض الوي وانت ما قصرت يا سعيد قلكم ما قصرتوا لكن يوم تسمع مثل هالشلات طيب شوي اي والله انا سمعنا شعر حاضرين يا ابو حمد عاد بنشارك الربع ذا ما عليك زود الشعر تفضل اقول تلسعك لسع المياسم تلسعك لسع المياسم في الزمن دورات ساعة فيه خير وشر داهم فيه صد وفيه طاعة واختبار الوقت قاسم تنكشف فيه البراعة براعة واختبار الوقت قاسم تنكشف فيه البراعة حد شاف العز قادم ثم شمر عن ذراعه وحد غاب وياك نادم يوم غط في وسط قاعه وحد غاب وياك نادم يوم غط في وسط قاعه وحد عن شد المحازم ترك هو الطار فاعه يوم شاف الوضع كاتم ما نقل باقي رفاعه يوم شاف الوضع كاتم ما نقل باقي متاعه لين لن يوم الوقت حاسم يختبر معنى الشجاعه ومن اللي فاشرته أولا فاز من ملا إشراعه ذاك من دنياه غانم ما شكا هم وقطاعه ومنصفه وقتها معاسم ذاك شين الوقت
راعه تختلف فيها لوازم دنيتك هذه بضاعه بضاعه اسميها تختلف فيها لوازم دنيتك هذه بضاعه سوق وايامه مزاحم بين شرايه وباع وكل وقت وله مواسم تختلف ساعه وساعه كل وقت وله مواسم تختلف ساعه وساعه وخير من كنز الدراهم من ملك كنز القناعه خلك مصلي وصايم مديا للرب طاعه لن فرضك شيء لازم احفظه في وقتها وراعه وكون في وقتك مسالم كل شيء بالاستطاعه خلك مصلي وصايم مديا للرب طاعه لن فرضك شيء لازم احفظه في وقتها وراعه وكون في وقتك مسالم كل شيء بالاستطاعه ان كان تبغى تمر سالم في حشر يوم الشفاعه اسلمتوا جميل 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 ابيات جميله بالحقيقه يعني شوف ابو محمد دائما الحكمه تيك في القصيد طبعا طبعا تيك في القصيد في ناس ما واعين لهذه النقاط انا قلت قصيده اذا ما تعالج جمهور ما فيها فايده هو اكيد اذا كانت اجتماعيه او غزليه او لازم تكون تعالج امور نعم اذا ما تهدف على رسالة طبعا نعم اذا تسويها بدون تعالج امور شو فايده فيها صحيح. لا انت تستفيد ولا المستمع يستفيد منها نعم. والمشاهد ما قصرت يا محمد تسلم ونعم شاعر لسان المجتمع نعم نعم الشاعر نعم. لسان المجتمع صحيح نعم على الشاعر تكون ملاحظاته يعني دقيقه في الامور صحيح. طبعا سواء كان في الوقت او بين الناس اللي يعيش بينهم نظراته تختلف طبعا نظراته افكاره تختلف نعم 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 وحتى الاشياء اللي نقلت لنا عن من ايام العصر الجاهلي وهذا كيفيات كلها عن طريق الشعر انا نعم. قريت في ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ونعم والله نعم. المكتوم حاكم دبي الله يحفظه ديوان رؤيتي نعم وجدت المعلومة هذه موجودة حتى عند الشيخ متكلم عنها يعني صحيح يقول نظرة الشاعر تختلف عن نظرة نعم. الناس الآخرين طبعا نعم. طبعا فطبعا هناك نحن ما بنقول أي شاعر يعني الكثير من الشعراء نظراتهم تكون غزيرة في الأمور نعم نعم وفي شعراء يعني ما يسون يلاحظون الأشياء هذه كلام ما أقول فكلمة الشاعر لها معنى أكيد أكيد فلازم نعم. أنك تعالج شيء بس يا ليت من يعني المستمع بعد يكون يعني يتجاوب مع الذي يسمع صحيح فهو ما كل الشعر بس قال لك شعر غزلي بس مال حب مال ايش لا الشعر له مكانه يعني في الكلمه هذه صحيح ابن هجان شو رايك عن كلام احمد؟ كلامه جميل نعم شاعر لسان حال المجتمع نعم صحيح لسان حال المجتمع يعني ويواكب جميع شو اسمه والاوليين الاحداث ويجيب جميع الاشياء اللي تفيد المجتمع في القصيد يترجمها القصيد بعض الناس ما تروم تتكلم تقول شيء تعبر عن الحاصل فالشاعر يحليها في قصيدة موزونة يترجمها نعم يترجمها ويقدمها بس ما كلهم الشعراء أكيد أكيد الشعراء لا ما كل الشعراء لا في نظرة ثانية غير عن الثالث أنت لو تكلمت في موضوع سواء كان اجتماعي أو تراثي أو شيء عن أصالة بلد في جلسة بكلام يعني عادي بينسمع في ذاك الوقت النسى بعد شويه صحيح لكن الشاعر المتمكن في ترجمه الموضوع هذا ما تنسى كلامه وكتبه في قصيده نعم ما تنسى ترجمه صحيح. يعني بترجمه حلوه وعدل القصيده او نشر القصيده تمت القصيده ذي مخلده ما تنسى نعم. المشكله السلبيه نعم أيوة. أيوة. لو كان نفس ما تقول هذا لكن ترجم شيء غلط تناقلوا الناس وهو يعني النقطه اللي يتكلم عنها ابو حمد المشكله مش الشعراء مو كلهم زينين لا ما كل واحد ما كل واحد مو كل شاعر يكون لسان حال المجتمع وينفع المجتمع في بعض فنانين مشكله ترد على المجتمع نفسه صح. لازم يكون واعي شو يسمع صح. نفس البضاعه في الدكان يختار اللي يبغي صح نعم هو لا عبارتين لسان المجتمع وسفير بلاده ايضا كان في السابق يقولون عنه ان الشاعر نعم سفير بلاده سفير بلاده سفير قبيلته خل السفراء سفراء وايدين لكن وايدين شعراء نعم سفير بلاده كيف يعني لها ترجمه يعني يمكن انا ما اوصل للمعلومه صحيحه اعتقد انه لما ما كل سفير البلد هذه ما كل سفير احمد سفير بلاده يعني ما كل سفير في معنى الشعر في معنى نعم. التراث في معنى طبعا نعني هذا الشيء ما يعني ان بلده
هذه بلد تراث، بلد أصالة، بلد فيها ناس مثقفين، لازم توصلها. لهذا السبب هذه رسالة لازم توصلها سفير بلاد. نعم أيوة. مشكور يا أحمد، المجتمع يتكلم عن ما يشوفه. احنا نسمع أحمد منك. والله أنا حاضر بسمعكم شيء. أنا طبع. اليوم وأنا جالس معكم كذي ذكرت أخ صديق يعني شيء طيب شي عزيز طيب. علينا وصديقكم أيضا. نعم أذكر أيام ويانا، أيام حتى التلفزيون، أيام إذاعة رأس الخيمة. نعم جاريته يا شوية بنبخيت ورد بنبخيت بنبخيت بعد نفس الشيء، لكن أخينا الأخ الشاعر سيف بن سعيد الغيلي. ونعم الله ونعم 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 الله له الشفاء. ونعم الله يعافيه. على فكرة ذكرنا الأخ أحمد سيف بن سعيد. نعم مرينا عليه ويخصكم بالسلام كلكم الله وبخير وبعايشة في البيت. الحمد لله جزاه الله خير جزاه الله خير. ونحن اليوم بعد نذكره في المجلس. جزاه الله خير جزاك الله خير ويستاهل سيف. نعم وهو شاعر أخونا شاعر علم يعني. نعم سيف بن سعيد نعم شاعر شاعر علم. نعم نعم علم ونحيي حتى يكون شيء من قصيدة اللي أنا أحفظه والرد اللي أنا بسوي بعد. جزاك الله خير يعني كأنه موجود بين أي والله موجود بعد. جزاك الله خير الصديق يعني ما ينسى أي والله مستحيل. لو أنه ما موجود قصيدته تكون موجودة صحيح. نعم من اسمه أحمد أنا ما أذكر قصيدته. جاريته أنا وياه مجارة يقول أبو سعيد اسمحوا لي ما حافظ قصيدته مطلعها بس يقول زين قال يقول ما لي عزة لو بات عزة يا أبو مطر عن وصل لعزاز لعزاز وساير عليها القصيدة ما جاي ابنها. نعم وين قال أحمد؟ والله ردينا عليه رد متواضع إن شاء الله يعجبكم. قلت له أقول له جيل عريب وحسن مغزى قدرته بتقدير ممتاز الله مدروز في معناه درزة شروات درزة بشوت لحجاز لحجاز ومرصع بدانات غرزة لي من على الهيرات لغراز غراز ومذهب بزين وأزة وعجبت في شعره وما حاز رحبت به من حيث يرزى ترحيب ما يحمل وينراز عد البذور وما تجزى مجلد ورموزه الغاز ومعطر ومجلد ومرصع بدانات غرزة لي من على الهيرات لغراز ومذهب بزين وأزة وعجبت في شعره وما حاز رحبت به من حيث يرزى ترحيب ما يحمل وينراز عد البذور وما تجزى مجلد ورموزه الغاز ومليون من الترحيب لزه ومعطر بعطر الاسم جاز صوبك يا من هجر التوزة صابر سنين ونحن نجتاز اي والله صوبك يا من هجر التوزة صابر سنين ونحن نجتاز ما خبرتنا يوم جزة خلك وباعد عنك واحتاز واحنا نتوايب يوم نعزة ونثيب ونلبي الإيعاز ونترك الأشغال تخزى ونسعف خوينا يوم يعتاز إلا لا تخاف شب صعود ويزا عندي طحت واقف والإياز كل المصارف بات وزة والشهر قضه وسط شيراز دائن حصل بالزين أيزا وبستعد إن سوا استفزاز الله دائن حصل بالزين أيزا وبستعد إن سوا استفزاز الجيش عارف كيف يغزى متدرب في أروض أجراز اليبل من بطشة اهتزة والريح لو سابقة ما فاز وجيش النتن يلي في غزة لولا قفت لعوزة العواز وجيش النتن يلي في غزة لولا قفت لعوزة العواز عن مطلبة ما يوم جزل ولا رمولة خردل الغاز من وين ما يسكن بلزة وبسلمك مطلبك واحتاز الله الله شوفوا من وين ما يسكن بلزة وبسلمك مطلبك واحتاز أنا عارف إذا الفواد فزة وتذكر الطيبين لعزاز ما ياز عن مبسم وغزة وحمر الأنامل بسر ميناز هي والله هي والله ما ياز عن مبسم وغزة وحمر الأنامل بسر ميناز يسهر طرف والقوة جزة ويصيح صايح طفل المناز والحب كم كسر وهزة تبع وكسرة ذاقة وعجاز حطاح واقف وحد رزة والشربكة ومن دون تفراز ومن يوم عمري سبع خزة وانا من يوم عمري سبع خزة قلبي بعين الحب غماز الله أكبر الله أكبر ومن يوم عمري سبع خزة قلبي بعين الحب غماز ولليوم بكل القوت أحزى وانس في بل الريج حزاز إلا صابر عمر واسوم بزة والصبر زين ولو تعب ياز خليت للسمحان معزة وفي القاصر يسمحون لعزاز وعد ما هطل وبلن
ويزا صلوا على من ليه اللهم صل وسلم على الشعراء وسلم على المشاهدين. قصيده طيبه قال الحين جروح تطلع مشكله فبعدنا من يوم سبع سنين هو روحه مبتلي هي من يوم عمره سبع المشتكي يدور علاج واللي يريد بعد يدور علاج كيف بتعالج صاحبك وانت وانت ما عليكم الا بالوسم يا سوي سوالف يا ابو سعيد يا لا لا شيء طيب شيء طيب سعيد خوينا وعزيز علينا طبعا اي والله ونعم نعم نسال الله سعيد الشراح على ريال خيا والجلسات علم نعم ونعم وسبعه نعم نعم والشكاوي هاي يعني شكوى والرد بين الاخ واخوه بالشاعر يعني زينه يعني وايد تكون الود يعني يكون من الود نعم نعم من الود نعم شوف من الود نعم وتنمية مهارة صحيح وفي نفس الوقت مساجلات مساجلات نعم انك حتى لو الشاعر اللي شاكيته نعم رد عليك غلظ زيادة معليه لان هذا من الود ايضا لا وحتى حتى لو زيد حتى لو بعض الاوقات مثلا الشاعر عندك شاعر تعرفه كان مقل مثلا في الانتاج او شيء صحيح. إذا أنت قمت هذا لا شجع تقوى تقوى تستفيد منه أيضا صحيح نعم ما عليكم زوجة أعزائي بناخذ فاصل ونرجع لأصحاب الشلة أعزائي المشاهدين فاصل قصير أعزائي نتابع بما تبقى من البرنامج نرجع لشعرانا زايد الله حي الله حي ابو محمد وعبد الله يسمعونا الله حييكم والله يا طويل العمر في قصيده من الشاعر عفره المزروعي تشاكي فيها الشاعر بن فاضل اللي هو احمد بن فاضل المزروعي نعم وعاد مرت القصيده عندنا يبون نسوي لها شله قصيدة بنتينها ولا واحدة؟ قصيدة واحدة بس واحدة ايوه نعم مال الشعرة هالقصيدة؟ مال الشعرة؟ اي نعم شعرة عفرة المزروعي معروفة معروفة نعم شعرة قديمة وقصيدة قديمة نعم قريت عنها بعض من القصايد اي نعم تفضل شاعر تفضل عاد احنا كيها مسوي لها لحن عما قال الرياض زين انت ما تقصر ونعم ونعم سبعة نعم الحال يا بين فاضل انسم من ذهين بابلية الحال يا بين فاضل انسم من بوعيون بابلية الحال يا بين فاضل انسم من بوعيون بابلية الحال يا بين سال من سم انبو عيون انبو بليات حبهم خالط لحمي الدم ومحب له زاد المحبة تبه مخالط لحمي الدم ومحب له زاد المحبة تحبه ما خلط لحمي الدم ومحب له زاد المحبة تحبه ما خلط لحمي الدم ومحب له زاد المحبة كل من كتمت الحب علم قلبي غدا بضرب ساعة من كتمت الحب علم قلبي غدا بضرب ساعات كل من كتبت الحب علم قلبي غدا بضرب ساعات كل من كتمت الحب علم قلبي غدا بضرب ساعات يزيد حبه يوم يقدم يتجدد لي كل حزات يزيد حبه يوم يقدم يتجدد لي كل حزات يزيد حبه يوم يقدم يتجدد
الدنيا كل حزن تزيد حبه يوم يقدم يتجدد الي كل حزن شوف يشوف يضيل الهم يسدني عين كل دويات شوف يضيل الهم شوفه يشوف ضايل الهم يسدني من كل الدويات شوفه يشوف ضايل الهم يسدني من دون الدويات ليتني عبد وهو عمر الخطيات ما قدر مس فيها بحكي ذم صيون ما دايس الخطيات شوفا شوفا ليلة تكلم وريحني من كل علات شوفا شوفا ليلة تكلم وريحني من كل شوفي شوفي الليل تكلم ويريحني من كل علاج شوفي شوفي الليل تكلم ويريحني من كل علاج الله عزنا الشمل يلتم ويعود لي من بعد غيبات الله سوالاً لكم زاد الربع أرجو المعذرة من المشاهدين أصحاب القصيدة مشاعر قصيدة طيبة نعم وأنتم ما قصرتوا ونعم فيكم جزاكم الله خير إن شاء الله اللي ما بعد بيعود إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ذياب يا مرحبا سمعنا الشعر بدعوا كل الشعر اليوم ما شاء الله قصروا كلكم مبدعين الله ونعم وانت ما عليك زود بعد والله شاف اشوف شيء بسيط يلا هلا عقدنا يعني ما تقول الا زين الله يعافيك يقول وشيابك تداوم مع الناس الله مفروض تسكن عالي قصور واذا طلعت وياك حراس وخدام دونك تاخذ الشور مقطوف مقطوف من الجنه يا مياس حوريه
من أجمل الحور زين وغوا من راس لساس وكل يوم ربي يزيدك بنور خد شموسي وقذلة أغلاس وعيون فيها كم مأسور أهداب منها رمح جساس والوجن جمر وورد منثور والخشم سيف انشع نبراس ومبسم يفتك ضيقة أصدور ويهن بشوش وطرفك نعاس والنحر كنا صحن بلور مزموم مال العود يمتاس ما يسلدين وفارق حضور هيبة وروز وذرب مرماس أشوف غيرك صار ديكور الله هيبة وروز وذرب مرماس أشوف غيرك صار ديكور غيرك قليت وأنت ألماس هذا مثال بأصدق شعور في قبال عودك تحرق أنفاس وذا قفاء أتبعه واثور وديتني لحالة الياس الدور بي الأيام مجبور أكتب مشاعر وسط كراس وعلى الهواتف أبعث شعور وانت فطين وشخص حساس وادري حشيم وما بك قصور لكن أبغي شوية إحساس وتعيش عندي كامل الدور يا نادرا ما بين لجناس عساك طول العمر مسرور عساك مسرور امين عسى ان شاء الله يكون مسرور امين ان شاء الله شو رايك احمد الزعابي والله شو رايك كلام جميل الصراحه وتعبير وصف ما عليه كلام ما عليك متأكد علي نبى من متأكد منكم الشعراء توضحون سالفه قليت غيرك قليت قليت شيء عادي احمد مفهوم ممكن انا عارف القليت وعارف الفضه والذهب بس في قد يكون طلع الحديث يعني هذا ضعيف يعني قليت ضعيف شو كان يسوي تقليد يعني عباره عن صبغه ذهب ولكن صبغه ما في ذهب الناس اللي طالعين حديثين يعني شو كانوا يسوون شو يلبسونه وغيره هذا قليت تسمى العادي يعني العادي اللي ما ينفع شيء يعني ايه هو عباره اللون والشكل وهذا نفس الذهب ولكن اصلا ما في ذهب نعم يتغير بس لون هيك يتغير لونه عادي مطلايب لون مطلايب لون نعم صح فالاخذ ياب وصفه يعني في محله لا تصويره يعني مقتنع منه لا لا شوف هو ما قصده يعني في شيء ثاني كل واحد لما يوصف يشوف اللي يوصفه انه صح اكيد انا ما اقول يعني لانه متاكد من هذا الشيء اللي مقتنع منه هو مقتنع نعم مقتنع نعم مقتنع بوصفه بيض الله وجهه ابو محمد سمع ابو محمد نعم يقول جمال الورد كله في خدودك ولا بجيت شيئا للغواني بعد يغار الكل من حضرة وجودك وبرزات الخوندات الحساني يغار الكل من حضرة وجودك وبرزات الخوندات الحساني عليهم زايد الغالي بزودك عطاك الله انت حسن ثاني ولو بوصفك ما بوصل حدودك فريد بالسجايا والمعاني ولو بوصفك ما بوصل حدودك فريد بالسجايا والمعاني يا روحي لا تعذبني بصدودك انا احبك وداريبك تراني متى يم فيك يا ساحي جعودك يا من شوفك يطير يا احزاني متى يم فيك يا ساحي جعودك يا من شوفك يطير لي احزاني حبيبي طمن القلب بوعودك ولا تنسى محبك من حناني حنان نبعه من نبع يودك وانت اليود يا غيث الامزاني جمال الورد كله في خدودك ولا بقيت شيء للغواني يغار الكل من حضره وجودك وبرزات الخوندات الحسان الله صح لسانك يا ابو محمد ما قصرت ما قصرت ما عليكم زود نجود بالمجهود لا والله ابن هيان حاضرين شوف سمعنا شعر الجود بالموجود والله ما عليك زود يا شباب يا فيضتونا الغزل ما عليك تفضل يا شعر تفضل أقول الغزال اللي تمايل واستقام الغزال اللي تمايل واستقام زان في وجه المحبة واعتدل الله الله نصها الأول معاني واحترام ونصها الثاني تشوفها ما تمل قال لي يا شاعر الفطرة سلام كل هذا ما معك حق يغزل الله قال لي يا شاعر الفطرة سلام كل هذا ما معك حق يغزل عاد قلت له أنا الغزل مخلوق للناس الحشام صحيح وانت حشمة كاملة والله كمل كيف ما غني وأنا صوتي تمام دامني عاشق بغني واحتفل يا زهر يا ورد يا مسك الختام يا عبق فوع المحبة والنفل وقفتك تربك تفاصيل الكلام مشيتك فيها من العفة أصل بسمتك كانها ترانيم الغرام يا إلهي كيف تحديثة
يا إلهي كيف تفصيل النسل المعزل المعزل كأنك ملبس حزام يضحك المريخ من ضيقة زحل زحل جيتك المشتاق لبروق وغمام ورحت عنك والطفل لسه طفل طفل ودي تسمعني وتعطيني اهتمام والشعر لحد ثوبه ما خمل أنت هزه هزة الخافق وقام وانتشى يرقى على جسر الأمل هذا شعري لا بدأ فيها الملام والكريم يجود والثاني بخل جميل 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 صانك يا ابن ايام جميله ما عليك زود الله جميل معدل جميل بعد والله ما عليك زود سعيد قصيده جميله الله يطول عمرك يا ابو هله 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 نعم شو يقول ابو عسكور والله يقول ابو عسكور من السيع من الونه من من السيع من السيع ونتي ونت محزيني الخوب وقف لك سيدي من عدم يلي واليني ذرا طائح ممتاز أو من عدم يلي واليني في الذرة طويح وممتد بوع ودن ترفى ويليني 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 أبوع ودن ترفى ويليني ما حناه الشب وحتى دمعت لي روس الحياة يني أو معت لي روس الحياة يني كتبت العلامة بالمهدي والنوالي صاحب بشيني عن طريق الود ما رد ما رد والنوالي صاحب بشيني عن طريقي الود ما ردين الحبن والمر يسقيني تغير شرغة الود أولى الحبن والمر يسقيني ما تغير شرغة الودي والنتي والنت محزيني يلا أخو بقفلك سد جميل 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 قصيدة لك لا والله حل حد مشي يا رب ونعاد قصيدة قديمة بعد ما أنها كلها كلها لا قصيدة جميلة وصوت جميل اختيار ممتاز جزاكم الله ما عليك زود ما عليك زود ما عليك زود أعزائي المشاهدين فاصل قصير أعزائي نتابع ما تبقى من البرنامج نرجع لشاعرنا محمد إن شاء الله شو بسمعنا الشعر شو بنقول عاد عقب الربع هذه ما عليك زود ما عليك زود أقول ذبذبات المشاعر في طريق اللقاء اللقاء ننظر لها بعين وننتظرها بعين نتكدر زمانك قول ربي بقى وانصفها لك زمانك قول يا ورد وين نتكدر زمانك قول ربي بقى وانصفها لك زمانك قول يا ورد وين شفت بعض الأماني فرعها مورقة ولا بعض الأماني للدفاء والأنين ما شكل حر عود في علاوي نقى ولا شكل برد جرح تكتويها السنين بلغوا طرف عيني والسهر فحدقة بن بعض الأحلام تزور بتيقظين بلغوا طرف عيني والسهر فحدقة بن بعض الأحلام تزور متيقظين شفت كيف التجافي في قلوب أصدقاء مثل بعض شفت كيف التجافي في قلوب أصدقاء مثل بعض الغلا في قلوب متخاصمين ما سلام من ثمار المحبة ناس تجني شقا ومن ثمار المفارق ناس تجني يقين ما سلامي على اللي خان عهد وثقى لأن الأول يقولوا موعد الحر دين ما سلامي على اللي خان عهد وثقى لأن الأول يقولوا موعد الحر دين يا غرامي تحذر واتقى
يا غرامي تحذر واتقى واتقى لك اكرر يا قلبي مره ومرتين لو بدالك بزيفه قول عزمي رقى ذاك عهد انقطعته متبع المقفين. تسلمت. جميل 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 قصيده طيبه. تسلم. وعدك جميل بعد. الله يطول. وانت اجمل. انت ما عليكم زود الله يسلمك. القصيده الطيب طبعا. احمد زعابي. شاعر محمد شاعر متمكن. طبعا ما عليكم زود. في الشعراء الحاضرين. طبعا ما عليكم زود كلكم. راقيه ما شاء الله. كلكم ما عليكم زود. تفضل يا احمد. والله شيء عندي شيء مجال يعني جو. تفضل تفضل في وقت نعم تفضل شاعر. قصيدة حافظنها كان تحاضرني يقول من وراء الخدور خصيت بنظور نظور شفت سيد الحور مفرود الجمال جمال يا حلات النور يوم يزيد نور قلت هذا نور ولا هو خيال يا حلات النور يوم يزيد نور نور قلت هذا نور ولا هو خيال ولا هو خيال لو يحول دهور عنه لا محال وقمت خط سطور واندب له سطور في خيالي يدور دايم لا يزال لو غريم يزور والله القصيده ما متمكن من حفظها ما قصرت ما قصرت من زمان شوي ما متمكنين في حفظها اللي يكافي يا احمد تسلم من وراء الخدور خصيت بنظور شفت سيد الحور مفرود الجمال يا حلات النور يوم يزيد نور نور قلت هذا نور ولا هو خيال جميل يا احمد جميل ما عليك زود ما عليك زود زايد الله يهم هله هله يا مرحبا قم بالفرح لي استقبل العيد يا لعلوي يا سلامي يا انعاد يم بالفرح لي استقبل العيد يا لعلوي يا سلامي كم بالفرح نويا استقبل يا العيد يا له على يا اسلام يا انعاد كم بالفرح نويا استقبل يا العيد يا له على يا اسلام يا انعاد كل عام وفرحهم يا وديد ينعم عدولي تنابلو يسعد كل عام يفرحهم يا وديد ينعم عدولي تنابلو يسعد كل عام وفرحهم يا وديد ينعم عدولي تنابلو يسعد كل عام وفرحهم يا ينعم عدول عدنا بالأسعاد لشيوخنا والشعب بنشيد أزكى التهاني في يوم الأوعياد لشيوخنا والشعب بنشيد أزكى التهاني في يوم الأوعياد لشيوخنا الشعب بينشيد أزكى التهاني في يوم الأعياد لشيوخنا ويا الشعب بينشيد أزكى التهاني في يوم الأعياد بالطيب وبنظم لنا شيد عز وفخر يا ودار المجاد بالطيب وبنظم لنا شيد عز وفخر يا ودار الأمجاد بالطيب وابنائي هضم لنا يا شيد عز وفخر يا ودار الأمجاد بالطيب وابنائي هضم لنا يا شيد عز وفخر يا ودار الأمجاد نرزف طرب يسا يزيد ومن التراث من نيداد نزف طرب الها يسا يزيد ومن التراث فنون نيداد نرزف طرب الها يسا يزيد ومن التراث فنون نيداد
ارزف طرب يا الهايز يزيد ومن التراث يا فنون ناداد ردح وطوارئ والتغاريد عاداتنا موروث العاداد 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 دنيا الدولة وصل في كل ما اعتاد يد دولة بجديد وصل في كل ما اعتاد يد دولة يا هو بجديد وصل في كل ما اعتاد يد دولة يا هو وصل في كل ما اعتاد يا محلى زهوة العيد ينعاد ليت وقوتنا عياد يا محلى زهوة العيد ينعاد ليت وقوتنا عياد يا محلى يا زهوة دلت يا وقوتنا عياد يا محلى يا زهوة يا العيد ينعاد لت يا عياد كم بالفرحنا استقبل يا العيد يا لحل يا اسلام يا ينعاد كم بالفرحنا استقبل يا العيد يا لحل جميل جميل جميل. سموحة دخلنا في موال العيد ان شاء الله ان ايامنا تكون وبعد انا شوقتوني نفس القافيه عندي. جزاك الله خير زين ابو حمد يا مرحبا يا ولي في ما يا ويا بروك بي يا العيد يا العيد يا ويا يخدم معي يا ويا واد وتعيش المي يا ويا ظنوني يا ويا سيط طول الزمان يا ويا يا بخير ويا ويا سعاد وتعيش يا المي يا ويا ظنوني يا ويا سيد طول الزمان يا ويا يا بخير ويا ويا سعد يا روح روحي يا ويا غير ما يا ويا اريد يا قلبي يلعى يا ويا طفولي يا ويا لفؤاد لفؤاد يا روح روحي يا ويا غير ما يا ويا اريد يا قلبي يلعى يا ويا طفولي يا ويا فؤاد يا حقي اللي يا ويا زرته يا ويا بعيد يا جنة الرأي يا ويا حاول يا ويا خلاد خلاد يا حقي اللي يا ويا زرته يا ويا بعيد يا جنة الرأي يا ويا حاول يا ويا خلاد اهواك واحي يا ويا بكبته يا ويا اكيد قلبي يرح يا ويا بك منا يا ويا بعد انا بعد يا والله يا والله يوم ما اشوف يا ويا كمور ما يا ويا اريد ربعي ولا شيء يا ويا ربي ولا يا ويا زاد الا الخيال يا ويا يمر ويا ويا يزيد لمن طرى لي يا ويا يفتلي يا ويا رقاد
ويهل دمعي ويا العين يا ويا سعيد جرواه ميلي ويا السلب ويا حياد ويلي من فراي ويا قل ويا ويد من بعدهم لي ويا وداعي يا ويا بلاد بلاد ما بيجلس مسكين بيروح ويلي من فراي ويا قل يا ويد من بعدهم لي ويا وداعي يا بلاد نعد وقتي يا وياهب يا ويا عيد ما ظن يلي ويا فات يا ويا نعد بينعاد بينعاد ان شاء الله ما عليكم زود ما عليكم زود شاعرنا ذياب مرحبا شوف سمعنا الشاعر ان شاء الله عندنا ابيات خفيفه الشعر تفضل اختم فيها اذا الله راد يقول يا ابن حنيفه داخل القلب لاهوب لاهوب والصبر ما عود عليه بفايد وش حيله تلو الهان في شف محبوب يخفي دموعه وتحتضنها الوسايد ما نال من عقب الغلا اي متعوب غير اشتقى بذكرى دعته بوقايد يبكي ليالي القرب والحب مرغوب والفه موعد مثل يوم المعايد دروب سرناها ونمشي على الدوب واهل العوايد ضاريه على العوايد واليوم وينه تاركني على صوب وانا احبه موت وبلا فوايد لا زال لي مطلوب 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 ما يوز عنه ولوغ ذا الشيب وايد الحال يا ابو شهاب ملهير مقلوب وللشرق شوقي بالوله دوم عايد جميل 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 الله ويحفظك طيب ختمها مسك الله يطول عمرك عليكم زود الربع ما عليكم زود تسلم يا ابو حمد مشكورين اشعرانا مشكورين على ما قلتوه من قصيد قصيد طيب ودنا نطول وياكم ولكن بعد الوقت نعم الوقت يلزم نعم يلزمنا اعزائي المشاهدين نشكركم على متابعتكم لهذا البرنامج اسبوعي شعراء من الشرقيه عزيزي لكم مني ومن الشعراء ومن المخرج والمصورين بالشرقية أطيب تحية وأسعد أمنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.